مشاهدينا، كما تابعتم معنا، طرق مغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة. الأمطار الأخيرة التي بدأت يوم الثلاثاء خلفت عديد الكوارث على غرار فيضانات تقول في بعض ولايات الوطن. لمناقشة هذه التداعيات حول التقلبات الجوية أسعد باستضافة عبر الهاتف سيد كريم شلغوم، رئيس نادي المخاطر الكبرى. صباح الخير سيد شلغوم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك سيد شلغوم. إذا كما تابعنا تقلبات الجوية الأخيرة وأمطار، نقول أمطار متأخرة عن وقتها، يعني كانت العديد من الإجراءات الاستباقية، تخصيص أغلفة مالية أو رصدها من طرف الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية ومخلفاتها، واليوم نرى مع بداية تساقط الأمطار كوارث إن صح التعبير، فيضانات في بعض الولايات وحتى وفاة في ولاية سكيكدا. والله شوفي، بالنسبة لنا كخبراء هذا كنا نرتقب في هذا النتائج مع الأسف، وتكلمنا مرارا وتكرارا حتى في البلاطو تاع الشروق منذ سنوات، وقلنا باللي الحل الوحيد، لان باش نعطيك الارقام، في الجزائر كاينه 850 بلديه اللي معنيه بالخانه الحمراء بالنسبه للفيضانات والكوارث بالنسبه للامطار، وكاين 36 شاف ليود ولايه مدن تاع الموجودين اللي معنيين بالفيضانات الخطيره مع الاسف. وهذا هذوما الاحصائيات منذ سنوات وسنوات في البلاد هذه، منذ فيضانات باب الواد. مع الاسف الحل الوحيد بالنسبه لكل هذه الكوارث تاع اللي يتكرروا هي تطبيق سياسة استراتيجية وقائية في الميدان، وليس التدخل كل يوم كل ما يجرى هذا الكوارث يعيطوا الحماية البدنية للتدخل والجيش الوطني الشعبي. هذا نعم. التدخل هو لابد يكون في آخر مطاف بعد تقليص الخطر مع الأسف. نعم سيد شلغوم، منذ يومين في ولاية بجاية، في ولاية قسنطينة، في ولاية باتنا، في نعم. في 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 أعظم الولايات مع الأسف، لأن قطرات من المطر هو الشيء يسبوا في غلق الطريق. نعم سيد شلغوم، أنت تقول أن هذه الإحصائيات متواجدة. نعم سيد شلغوم، الإحصائيات والمعطيات لدينا سيد شلغوم، هل أنت في الاستماع؟ كنعمة من عند الإله أصبح نقمة في البلاد هذه مع الأسف. نعم سيد شلغوم، أنت تقول أن الإحصائيات متواجدة ومتوفرة لدينا منذ سنوات، ما الخلل؟ أين الخلل هنا؟ الدولة خصصت ميزانية ضخمة، يعني الوزير الأول السابق كان أعلن عن ما معدله 225 مليار دولار في السنة من أجل مواجهة المخاطر، أين الخلل؟ يعني البلديات المنكوبة أو كما قلت المصنفة في خانة الخطر هي موجودة، الغلاف المالي موجود، أين الخلل هنا في وكيف يمكننا وضع استراتيجية استباقية إن صح التعبير لمواجهة هكذا نتائج عقب كل، كما قلت، عقب كل زخة مطر؟ طبعا يا سيدتي الفاضلة، منذ 3 سنوات، منذ 21، من سنة 21 كانت نظمنا محاضرة وطنية اللي كانوا شاركوا فيها كل الوزارات وكل الوزراء مع الأسف، وتطرقنا للآفة هذه، وتطرقنا للعشر مخاطر الكبرى اللي يهدوا البلاد والعباد مع الأسف، وفيهم الفيضانات وفيهم الزلازل، وقلنا باللي الحل الوحيد هي تطبيق القانون 024 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 مباشرة بعد زلزال بومرداس. وفي هذا القانون كان كل الحالات بالنسبة للصفات الوقائية
بالنسبة لهذا الفيضانات، بالنسبة للحريق الغيب وكل شيء. وش يخص في القانون هذا إلا النصوص التطبيقية، وقدمنا النصوص التطبيقية منذ 2021. المفروض الحكومة كانت تفوت هذه النصوص التطبيقية، لأن بالنصوص هذه لي كوليكتيفيتي لوكال، كيفاش يقولوا لهم الجماعات المحلية، لي كوليكتيفيتي لوكال يقدروا يطبقوهم في الميدان. مع الأسف الآن بدون نصوص تطبيقية القانون يصبح كحبر على ورق مع الأسف، وتبقى الجزائر تعيش تكرارا مرارا وتكرارا كل الحالات هذه كل سنة 4 مرات في السنة. باش نقول لك هذه الفيضانات راهم يتكرروا 4 مرات في السنة مع الأسف. نعم سيد شلغوم، المشكل أنه اليوم الفيضانات حصلت في أحياء سكنية جديدة، ولو نتحدث عن السبب الرئيسي هو بالوعات. يعني العديد من الحملات الاستباقية، حملات تحسيسية شارك فيها المجتمع المدني المواطنين من أجل يعني تحضيرا لموسم الشتاء، ولكن هل عجزت اليوم؟ يعني البلوعات أصبح مشكل عويص لا يمكن التحكم فيه. والله الحالة بالنسبة لهذا تسير هذا الخطر هذا هو متعلق أولا بالعمران، ثانيا بالإقليم، وش هكذا تسير المخاطر الكبرى، وليس هو لعبة سهلة. هي تقنيات ذكية. إذا وش لاحظنا إنجاز بعض السكنات وبعض البنية التحتية بدون تطبيق الوقاية بالنسبة للمخاطر الكبرى بالنسبة للفيضانات هذو، لأن البلوعات هي عنصر من 10 عناصر بالنسبة للاستراتيجية الوقائية. إذا بنيتي في واد ولا بنيتي، وهذا الخريطة اللي نجزناها معروفة على الوطن، معروفين المناطق اللي قلنا ممنوع إنجاز أي بنية تحتية في الماء، لأن كان هذو اللي معنيين بالفيضانات كما المرجة والوديان ولا أطراف الوديان. إذا بنيتي داخل الوديان ما ينفعوك لا بلوعات ولا شيء آخر. إذا كل سنة يكون هذا يوقع فيها هذا الخسائر المادية والبشرية مع الأسف على حسب غزارة المطر. وهذه هي إذا الحل الوحيد، راني نكرر ونعاود، الحل الوحيد بالنسبة للجزائر، الجزائر قارة على كل حال، إذا هو تطبيق سياسة وقائية ثابتة ذكية واضحة بالنسبة للعشر مخاطر الكبرى مع الأسف. وهذا السياسة غير موجودة في الميدان، ونقول لك هذا تسير المخاطر ما يكونش تابع الوالي أو وزير، يلزم كما تكلمنا عليها عدة مرات الهيئة وطنية اللي تكون فوق الجميع، لأن هذه الهيئة تكون مسؤولة على تطبيق وعلى تسيير المخاطر الكبرى في كل بلدية وفي كل قرية وفي كل حي وفي كل ولاية مع الأسف. نعم سيد شلغوم، اليوم ونحن دخلنا في موسم الشتاء، هل من حلول استعجالية ربما يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتفادي كوارث في الميدان؟ هل يمكنكم كنادي للمخاطر الكبرى اليوم تقديم حلول استعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ احنا نتمناو على كل حال، نتمناو باللي الحكومة الآن تنجز الليبر سي فو فولي لي تكس دابليكاسيون، نصوص تطبيقية بالنسبة للقانون اللي راهو موجود. على كل حال قانون 04 راهو موجود وصوتوا عليه الفرفتين، باش راهو قانون، راهو القانون هذا رسمي بالنسبة للدولة الجزائرية. إذا بعد تطبيق النصوص نظن يكون هذا كل المخاطر هذو يكونوا يتقلصوا ب 80%. حتى التدخل نتاع الحماية المدنية اللي على كل حال نحييوهم لأن هما المنظمين من أحسن النظام، يكون خفيف، وليس كل خطرة حتى الحماية المدنية تخسر بعض الأشخاص نتاعها في التدخل مع الأسف.
إذا هذا هو الحل، ما كانش حل آخر. لا لا لا، بدون تهيئة العمران والإقليم وخرائط ثابتة بالنسبة لكل مناطق اللي يكون موجود فيها كل المخاطر اللي تقيس هذه المناطق، ما تقدريش ما يكونش عندنا هي باش نقلصوا من هذه المخاطر الكبرى. نعم، إذا سيد شلغوم، يعني من الناحية القانونية المنظومة القانونية وترسانة القانونية اليوم هي متوفرة، يعني المشكلة اليوم هو في مدى تطبيقها. في رأيكم أين الخلل؟ على أي مستوى؟ يعني القانون اليوم مفعل على أي مستوى؟ كل القوانين موجودة، احنا رانا ننادي وبالتطبيق منذ سنوات وسنوات. إذا طبقنا هذا القانون نشوفوا من بعد في كل مناطق الوطن. انا عندي احتمال شخصيا كخبير نقول لك باللي هذا الاخطار يتقلصوا ب 80% من ناحيه الخسائر الماديه ومن ناحيه الخسائر البشريه مع الاسف. نعم سيد شلغوم، تحدثت للتو عن 10 مخاطر كبرى تتربص بها الجزائر، هل لك ان تحدثنا عنها؟ نعم، المخاطر تحدثت للتو عن 10 مخاطر. هذا هما اللي مصنفين في القانون 024، وهو الزلازل، وهي الخطر الخطائر المخاطر التكنولوجيه والمخاطر البتروكيميائيه والمخاطر الصناعيه والمخاطر التغيير المناخ والتصحر والجفاف. عن بالك رانا عايشين جفاف كبير احنا في البلاد هذه، لان اصبحت الجزائر 90% صحراء مع الاسف، ولا ديزرتيفيكاسيون التصحر والزلازل والفيضانات وكل وحرائق الغابات راكي عشناها السنه الماضيه وراحين نزيدوا نعيشوها على كل حال في هذا الصيف ان شاء الله الماجي مع الاسف، لان الوسائل الوقائية بالنسبة لكل المخاطر اللي تكلمت عليها غير مطبقة في الميدان مع الأسف. إذا نبقاو نعيشوا نفس الحالة في كل وقت وفي كل موسم وفي كل سنة في هذه البلاد. احنا نتمنى برك ما يكونش زلزال عنيف يقيس هذه البلاد، ونتمنى ونطلبوا ربي يعفي البلاد من هذه المخاطر الكبرى. نعم سيد شلغوم، لو نتحدث عن الحلول المقترحة لمواجهة هذه المخاطر التي ذكرناها والمذكورة في القانون 04. نعم، لو نتحدث عن الحلول المقترحة لمواجهة هذه العشر مخاطر في القانون. نعم. هذا القانون كبير كثير، راهو كتاب من كل الحلول موجودة طرقنا لها احنا في 2004 وحددناها بكل مخاطر بكل خطر والامكانيات تاع الوقايه وتاع لا بروتيكسيون كيفاش كل حاجه موجوده، بقى غير النصوص التطبيقيه اللي رانا وجدناها. على كل حال نطلبوا غير من الحكومه تطبقهم في الميدان باش يكون البلاد والعباد في امان مع الأسف. وشكرا. شكرا جزيلا سيد كريم شلغوم، رئيس نادي المخاطر الكبرى، شكرا جزيلا على إثراء النقاش.